السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أعزائي التلاميذ عزيزتي التلميذات، إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاول أن نبسط لكم ونشرح لكم المشاكل اللي كتواجهها أثناء ولوج هذا الموقع ديال مسار سيرفيس ديال التوجيه. يعني باش مجموعة من التلاميذ كطلبوا منكم باش أنكم تدخلوا كود ديال المسار ديالكم وكذلك كلمة المرور، وهذه كلمة المرور اللي كتوصل بها من طرف المدير أو الإدارة ديال المؤسسة. أغلبية التلاميذ كيلقاو المشكلة أنه يعني أن الموقع يعني كيجاوبوا ليهم بأن هذه كلمة المرور يعني كتكون خاطئة أو غير مقبولة أو هناك خطأ في اسم المستخدم. إن شاء الله غادي نشوف لكم نحاول نشرح لكم هذا بالتفصيل وتبسيط إن شاء الله هذه المراحل، وغادي ندير واحد المثال ديال واحد التلميذه ان شاء الله اللي عندي معلومات ديالها. بسم الله، اول حاجه كندخلوا لجوجل كروم، كنحاول نكتبوا هنايا مسار سيرفيس من gov.ma2020. هو هذا، يعني غادي نكليك عليه حيت عندي ديجا دخلت عنده، دخلت ليه. اول حاجه غادي يبان لينا اما مسار سيرفيس هنايا ولا هذا، يعني لوغين باج. غادي يطلع لك، غادي نكليكي على لوغين باج، يعطيك بحال هكا يقول لك اعطيني هنايا في اسم المستخدم. غنحاول نمسح انا هنايا، غنوريكم من الاول الطريقه اللي كنديرو. كليكي عليه هنايا، غادي نحاول نمسح هاد، يعني نمسحو من الاول باش يبقى خاوي هكا. اذا نسجلو غادي نحاول نمسحو، غادي يبقى هنايا، بقى هنا التعليم .ma، حيت هاد اسم المستخدم يعني كود ديال المسار تنزيدو ليه ديك اروباس تعليم .ma. عندي هنايا واحد كود ديال المسار اللي هو دي، كنشوف لك لافي ديالي واش هو فيه ماجيسكيل، كنكلي على الحرف دي ها هو، ثم كنخليه وكنمشي نكتب الاعداد. عندي 13 هي راه كتكتب، عندي 44 وعندي 32 32 تبعها 159. اذا كتشوفوا هنايا كود ديال المسار اللي هو دي 13 44 32 159، وكيبان لينا هنا اروباس تعليم .ما، يعني كتزاد ليه. حنا كنزيدوها الا ما كانش عندك ضروري خصك تزيدها. كنمشيو لكلمه المرور، هي كلمة السر، يعني خصك واحد ما يعرفها. انا غنكتبها هنايا، ما كاين ماشي مشكل، ولكن حيت ديجا تبدلات، يعني هاد كلمة المرور في الاولى راه كدير ديك اللي تخديتي، ولكن رد ليها البال لان فيها الماجيسكول. ده حيت الشروط اللي فيه اللي خص يكون فيها، خص يكون فيه حروف ماجيسكول، خص يكون فيه حروف مينيسكول يعني صغار، خص يكون فيها الاعداد. هادو هما ثلاثه الشروط يكون في كلمة المرور، حتى الا بدل ليها خصك دير فيها هاد الشروط ما تخالفهم. بسم الله، اذا عندي حرف الاول هو غروند زد، ها هي بتيت إيغري، ونشوف الكلافي واش رجع في المينيسكيل. ثم كنبقى في بتيت اس، ثم بتيت ال، ثم كندير اعداد. الاعداد عندي هنايا 6834 6834. هنا كيعطيني شنو؟ كيعطيني تسجيل الدخول، نسيت كلمة المرور أو التفعيل الأولي. أنت كدير تسجيل الدخول ديالك، قال لك هنا اسم المستخدم أو كلمة المرور غير صالحة، يعني حاول ربما غلطت فيها. غادي نحاول مرة ثانية، تأكد عندي دي 13 44 32 159، هي هادي. كنحاول نشوف هاد كلمة المرور كما غلطت فيها. نحاول نكتب ماجيسكيل، هنا كاين كروند زد، كاين بتيت إيغريك، بتيت إس، بتيت إل، 6834
34 هذا ما يقبلهاش. عرفتي علاش؟ هنايا اللي وقع ليا ان هاد كلمات مرور يلا دخلتها وبدلتها، يعني وصلت انا لاختيارات، يعني يلا بدل خصني ندير جديده اللي درتها. هادي كدير هنا هادشي كديرو من الاول انت. اذا كلمات المرور الجديده اللي غنديرو اللي درت انا خص هادي تبقى، حيت هي باش تدخل هاد التلميذه ماجيسكول ما نقولش الحروف. فيها الأعداد هنايا معلومات استرجاع القرن السري، يعني البريد الإلكتروني يعني المرجو إدلاء ببريد الشخصي من أجل استرجاع كلمات المرور في حالة ضياعها أو نسيانها. هنا ضروري خصك قالك تعطي البريد الإلكتروني، يعني بريد الكتروني مزيان، لكن علاش باش الا ضاعت باش ترجع هاد الكلمه للمرور؟ ما كاينش، يعني ضروري خص دير بريد الكتروني. حيت انا درت الغاء، دخلت ملي دخلت عطاني ديريك مباشره مرحبا بكم، يعني التلميذه سميتها امان بن الشيخ، هي دخلنا المعلومات ديالها عند التقويم. هادشي كلشي ما غايبان لك هنا، اخر خمسة نقط ديال المواد بلا ما نشوفوا المعلومات ديالها. كتشوف الفوق هنا الصوره ديالك، وكتبان التصويره الصوره ديالك، وكان هنا اللغه العربيه الفرنسيه، كنخلي اللغه العربيه هنايا. كنجي هنايا اشوف هاد ثلاثه ديال الشرطات اللي كاينين في الفوق، انا كنكليك عليهم واحد المره كيعطيني واحد مجموعه ديال النقاط اللي هي كاينه الرئيسيه، يعني الصفحه الرئيسيه، التمادرس، المواد الرقميه، التوجيه، المساعده، اسئله واجوبه، علبة الافكار. اللي كيهمني انا نقلب على هنا التوجيه، هو التوجيه غادي نكليك عليه. ملي كندير فيه كيعطيني جوج كلمات، كيعطيني المرحله النقطه الاولى اللي هو التوجيه، ثم الاختيارات الدراسيه والتكوينيه. انا كيهمني التوجيه، يعني كليكيت على التوجيه، كنرجع كنكليك على التوجيه، كنشوف الاختيارات، كنكليك عليهم، كنتسنى. هو عطاني يعني المعلومات الشخصيه كلشي، وفي الاخير هنايا عطاني حتى القسم، حتى الاعداد، حتى الاثنان، عطاني هنا تعليل الاختيارات، يعني كدير هنا الترتيب بمستوى المؤسسه، الاختيارات اللي غادي تختار، يعني موافقه على التسجيل بدون منحه. يعني هنايا اختيارات، يعني ملي كتشوف هنا الخانه ديال الاختيارات فيها زائد اضافه، يعني ملي كنكليكي عليه يعني كنزيد الاختيارات هنايا. كتجي هنا عندك جيد مشترك الاداب العلوم الانسانيه، مؤسسات المستقبل المحتمله، اذا كتعرفوا هنايا يعني واش تنوي الدخله اللي غتستقبل كل الناس، يعني جيد مشترك الاداب والعلوم هذا هو الاختيار الاول، هذا هو المستوى. كتكتب هنايا ولكن ما يعطيناش، لان خصنا نكتبوا اول اختيار، انا ما كتبناش الاختيار. اذا اول حاجه كدير هنايا قلنا بحال هكا، المستوى هو هذا جيد مشترك الاداب والعلوم الانسانيه، سيليكسيوني هنا كتسيليكسيوني واحد شي، مثلا اختاريت انا هذا، ها هو كنكليكي على هنايا المستوى، كنختار واش انا جيد مشترك علمي ولا جيد مشترك اداب ولا جيد مشترك علمي خيار فرنسي، جيد مشترك، يعني اشنو غادي تختار؟ ها هما الاختيارات اللي اخترت. مثلا اخترنا جيد مشترك علمي هنايا، كليكينا عليه، ملي اخترنا عليه خصنا نديرو ليه حفظ، المؤسسة ما عرفناش. ملي كدير حفظ مثلا هنايا راه كتسجل، اذا هاد التلميذة ما عرفناش واش غتختار مشترك علمي ولا كتعرف مبغيتش. اذا هنايا هذا اختيار غيطيح لك في الاختيار الاول، من بعد غدير الاختيار الثاني وتزيد عاوتاني، ترجع ديما كترجع لديك، كترجع لهادي وغتزيد عاوتاني الثانية والثالثة، ثلاثة الاختيارات، ومن بعد كدير حفظ في الأخير. هادشي اللي كاين في هاد المشكل ديال التوجيه المدرسي، ونتمنى الحظ موفق للجميع.